في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده المملكة في الآونة الأخيرة بأعداد الإصابات بفيروس كورونا ونسبة الفحوصات الإيجابية، سنسلط الضوء في فقرتنا هذه على عدم التزام البعض بالتعليمات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابات. وسنتحدث عبر الهاتف مع رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور فراس هواري. دكتور فراس، صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة. دكتور، حالة الاستهتار واللامبالاة التي تم ملاحظتها في الفترة الأخيرة، هل برأيك تعود للمواطنين أم للرقابة على الأماكن العامة؟ صباح الخير لكم وللمشاهدين. بالتأكيد يعني هو السبب مشترك، يعني هناك تراخي كان بسبب استقرار ملحوظ كان وبسيط، يعني لم يدم لفترة طويلة في الحالة الوبائية، وهذا دفع الجميع اليوم إلى الشعور بالارتياح وتخفيف الإجراءات، وهو شيء للأسف يعني أدى اليوم إلى زيادة في أعداد الإصابات بشكل ملحوظ وزيادة في أعداد من دخل المستشفيات. يعني إحنا بعدما استقرت الحالة الوبائية في حوالي يعني نهايات شهر واحد ووصل عدد الإصابات إلى أقل إلى حوالي 600 وقليل من الإصابات، وعدد من كان يتعالج في المستشفيات وصل إلى حوالي 300 حالة، اليوم إحنا تجاوزنا 700 حالة في المستشفيات، وعادت إصاباتنا تسجل ما هو فوق 1500 حالة، والبارحة رأينا أرقام حقيقة مقلقة جدا اليوم فيها بالنسبة للحالة الوبائية، في ظل طبعا وجود فيروس متحور، في ظل إقبال ضعيف جدا على التسجيل على اللقاحات وأخذ هذه اللقاحات، بعكس ما قدمتموه في تقريركم قبل لحظات عن ما حققته بريطانيا على سبيل المثال، دفع الناس للمطالبة بالتخفيف، بينما احنا عندنا يعني للاسف هناك يعني تراخي شديد في ظل اقبال ضعيف ايضا على اللقاحات، وكل هذا يعني سيؤدي فينا الى ما نشاهده في دول العالم وما حولنا من دول. نعم دكتور، يعني هناك البعض يقول بانه هذه تاثيرات التحورات لفيروس كورونا او ما يمكن تسميته بكوفيد 20 هو المساهم الرئيسي بارتفاع اعداد الاصابات، الاجراءات بقيت كما هي ولكن قوه هذه التحورات هي ما فرضت هذه الزياده. قد يكون لها دور، يعني لا شك انه التحورات سيكون لها دور حتى في اعاده اصابه أو احتمالية إعادة إصابة من أصيب بهذا المرض مرة أخرى، لكن هذا ليس مبررا أنه يعني حتى الفيروس بنسخته الأصلية قادر ولا يزال قادرا على الانتشار، لكن هذا الفيروس كنا يعني وللأسف نستطيع أن نحقق ما نريده من تباعد وتقيد من خلال إجراءات الحظر وإغلاق القطاعات، كان ذلك كفيلا بتحقيق هذه الإجراءات، وبعد ما قمنا بفك هذه الإجراءات وهذا واضح، يعني إحنا إلغاء على سبيل المثال حظر اليوم الواحد أو اليوم الجمعة كان في 8-1، بعدها بدأت الإصابات تأخذ منحنى باتجاه الصعود، يعني كل هذا يدل على أنه الإجراءات التي كنا نأخذها سواء من كان من تجديد ساعات الحظر الليلي أو حظر اليوم الواحد أو إغلاق بعض القطاعات، عندما تم أخذ هذه القرارات بدأت الإصابات تظهر مرة أخرى، وعادة ما تأخذ حوالي 3 أسابيع حتى تبدأ في الزيادة هذه الإصابات، وكنا يعني نشاهد من خلال يعني نشاطنا اليومي مدى التزام اليوم بالكمامات وخاصة في منشآتنا، ويعني لا نستثني أحدا من هذه المنشآت سواء كانت هذه المنشآت خاصة أو حكومية. نعم. وللأسف يعني يأتي كل هذا في ظل محاولاتنا لإعادة طلبتنا إلى المدارس، فيعني نتمنى على الجميع اليوم أن يراقب ما يحدث في العالم
من زيادة في الإصابات ويراقب ما يحدث في العالم من إقبال على المطاعيم من أجل استعادة حياتنا مرة أخرى. نعم دكتور، يعني لو حاولنا نقسم الفترة التي تحدثت عنها من 8/1 لثلاث أسابيع، بنحكي عن بداية شهر 2 ونحن اليوم 15/2، مع نهاية الأسبوع راح نكون أيضا أكملنا تقريبا ثلاثة أسابيع في بعد ارتفاع الأعداد، هل برأيك هذا يمكن أن يؤدي إلى عودتنا للإجراءات السابقة التي كانت مع نهاية العام الماضي؟ بلا شك أمامنا اليوم أسبوع، هذا الأسبوع مع نهايته ستتضح الرؤية بشكل كبير لنوع القرارات التي سيحتاج الأردن أن يتخذها. يعني هذه القرارات إذا استمرت الإصابات اليوم بالزيادة، يعني نأمل وآمل حقيقة أن المنخفض الجوي الذي سيأتي سيفرض علينا نوع من التباعد وتخفيض حرية الحركة، و يمكن أن يساهم في الأيام القليلة القادمة من على الأقل إعطائنا فرصة لتقييم الوضع الوبائي بشكل أكبر. لكن نسمع اليوم عن انتشار كبير في أعداد الإصابات حتى في المدارس التي تم فتحها، فأمامنا أسبوع، لأنه البارحة كان أول يوم نسجل فيه هذا الرقم الكبير، نعطي أنفسنا فرصة لتقييم الوضع حتى يكون أيضا هذا الأسبوع علمي لتأثير دور افتتاح المدارس ومدى أثرها على الحالة الوبائية. يعني دكتور، أنت ركزت خلال حديثك أكثر من مرة على موضوع افتتاح المدارس، هل برأيك هذا القرار كان متعجلا بعض الشيء؟ لا على الإطلاق، يعني القرارات اليوم في تخفيف بعض الإجراءات وفتح القطاعات جاء باللحظة المناسبة، لكن للأسف دائما تفهم هذه القرارات وكأن المرض قد انتهى. فعندما ننظر إلى الدول اللي حولنا اليوم وإعلان بعض الدول أنه لا يوجد لديها أسلة عناية حثيثة، وكأن قد عدنا إلى هذه الأزمة إلى بداياتها، وكأننا نسمع في الأزمة الآن كما كنا نتحدث عنها بشهر 5 و4 في العام السابق. فهذا يدل، واليوم أيضا هناك دول أعلنت تجديد إجراءات الإغلاقات لديها، وهذه دول مجاورة لنا، يعني شهدت استقرارا كبيرا في الحالة الوبائية. فواضح أن الفيروس هذا لم ينتهي ولن ينتهي بسهولة إلا بتحقيق التطعيم الشامل لأكبر عدد ممكن من الناس. للأسف اليوم نتطلع على أرقامنا في الأردن، من سجل على المنصة لم يتجاوز 372 ألف شخص، وهذا يعني أنه هؤلاء الأشخاص هم من سجلوا في بداية الأزمة ولم تزداد عملية التسجيل من بعد ذلك. برأيك هل الحكومة قصرت في موضوع التوعية بضرورة أخذ اللقاحات؟ لأنه عدم الإقبال الذي تتحدث عنه دكتور والملاحظ من قبل الجميع غريب مقارنة بدول العالم. يعني هو اليوم احنا بحاجة الى استراتيجية جديدة، حتى استراتيجيتنا الإعلامية من خلال تسليط الضوء على النجاح اللي بتحققه الدول التي قامت بإيصال هذه المطاعيم الى المواطنين. فعندما تتحدث دول عن خفض نسبة من يدخل المستشفيات لمن هم فوق 60 عام بنسبة 60%، هذا رقم مهم جدا. عندما تتحدث دول عن إيصال المطاعيم إلى أكثر من 20% من عدد السكان في هذه الفترة القصيرة، هذا إنجاز مهم. نتمنى أن ينعكس على الأقل في التسجيل على المنصة. يعني اليوم حتى التسجيل بهذه الأرقام الضئيلة يدفعنا أن نتساءل ماذا سنفعل بالمطاعيم التي ستصل إلى الأردن. والبارحة أعلن أن مطعوم فايزر ستصل منه اليوم أعداد إلى الأردن، وهذا المطعوم معروف أن صلاحيته مدتها 6 أشهر، بالتالي إذا كان الإقبال ضعيفا بهذه الطريقة ماذا سنفعل بهذه المطاعيم؟ ويعني من المحزن أن تذهب كل هذه الجهود والأموال هدرا وأن لا نقوم باستثمارها على الأقل في حماية أنفسنا. اليوم بحاجة إلى استراتيجية جديدة إعلامية وحكومية وحملة مرة أخرى لتسليط الضوء على نجاح الآخرين في السيطرة على الأزمة وإنهاء الإغلاقات والإجراءات من خلال العلم ومن خلال الأرقام.
نعم دكتور، يعني حتى نحن في الأردن أعتقد بأنه كنا محظوظين بأنه ما دخلنا بالمرحلة الثانية إلا وكانت اللقاحات موجودة. كثير من دول العالم دخلت الموجة الثانية من هذا الفيروس والمطاعيم لم تكن موجودة. هذا صحيح، وكنا نقول دائما أنه من الممكن على الأقل نظريا أن نكون من أوائل الدول التي تخرج من هذه الأزمة من خلال استثمار فرصة وجود المطاعيم والاستمرار في الإجراءات البسيطة اللي اليوم حتى يعني إذا دخلت أي منشأة أو مؤسسة ترى التراخي بشكل واضح. فيعني لا تزال أمامنا فرصة، يعني دعنا نكون أقرب إلى التفاؤل ونقول أن الفرصة لا تزال موجودة أمامنا. اليوم مستشفياتنا لم تمتلئ بالمرضى، استيعابنا للأعداد الجديدة موجود ولدينا القدرة، على الأقل اليوم نتدارك الأمر حتى يعني نستمتع بالأيام القادمة. رمضان على الأبواب، بنعرف الحركة الاقتصادية في رمضان أنها تعتمد على الانتشار والاختلاط ونكون في مساجدنا، يعني هذه الأمور كلها يجب أن يفكر بها المواطن اليوم، لأنه يعني أمامنا مرحلة اليوم مهمة جدا من الأيام القادمة، وباستطاعتنا إذا ما قمنا بأمور بسيطة جدا أن نتفادى حدوث هذه الموجة إن شاء الله. إن شاء الله دكتور، يعني أعلم بأنك تتجه نحو الإيجابية وتهيئة الجميع إن شاء الله لظروف أفضل، ولكن اعذرني على كثرة الأسئلة حول الحالة الوبائية. لو نظرنا إلى المنحنى، معظم دول العالم انخفض المنحنى الوبائي لديها، أصبح هناك حالة من الاستقرار ثم عادت الأرقام للارتفاع في الموجة الثانية. هل نقول بأنه الحالة الأردنية لم يحدث هذا الاستقرار المأمول وبدأنا بمرحلة جديدة وبموجة أخرى من تأثيرات فيروس كورونا على الأردن؟ بالفعل لم تدم، يعني عادة مرحلة الاستقرار تدوم بحدود 6 أسابيع يعني بمعظم الحالات. في حالتنا للأسف وصلنا، كان المنحنى في تناقص حتى 23/1، ومن بعدها بعدما تم فتح القطاعات أو تخفيف بعض الإجراءات من 8/1 استمر نزول المنحنى حوالي 2 أسابيع، وبعدها بدأت الأعداد تزداد بالتدريج، فلم نمر في مرحلة كافية من الاستقرار في هذا المنحنى. اليوم بإمكاننا أن نوقف هذه الزيادة، بإمكاننا اليوم أن نتراجع عن ما عدم الالتزام الموجود حاليا، بإمكاننا أن نقبل على أخذ المطاعيم اللي أصبحت اليوم متوفرة أيضا. يعني أتوجه إلى كبار السن، الأرقام اللي أذيعت بالأمس أن فقط 17% من كبار السن قد قاموا بأخذ المطاعيم، يعني نتوجه إليهم بالقول أنه للأسف التأخير في أخذ المطاعيم لهذه الفئة لا ينعكس فقط على هذه الفئة، لكن اليوم هذا يؤدي إلى تأخير أيضا تطعيم من هم أقل من ذلك سنا، بحجة أننا نريد أن نوفر المطعوم للفئة الأكثر اختطارا، فهذا انعكس أيضا على إبطاء عمليتنا في إعطاء المطاعيم، لأنه قد نصل اليوم إذا بقي الإقبال على أخذ اللقاحات لهذه الفئة اللي هي الأكبر من 60 عاما، لو بقي هذا الإقبال ضعيفا لهذه الدرجة يعني لا يوجد بديل إلا أن نقوم بفتح إعطاء اللقاحات اليوم لكل من يرغب بأخذ اللقاحات، حتى نستطيع أيضا إيصال هذه اللقاحات حتى لو كان إلى الفئة الشابة والتي هي أكثر حركة أكثر نشاطا وأكثر عرضة أيضا للمساهمة بنشر الفيروس. فأمامنا أيام مقبلة، هذه الأيام حاسمة في استراتيجيتنا الإعلامية لتغطية ونشر الوعي بالنسبة للمطاعيم، وأيضا في اتخاذ قرارات مهمة حتى بالنسبة لفتح باب المطاعيم لمن يرغب أن يحصل على هذه المطاعيم حتى نشجع هذا الإقبال، وأيضا لتقرير ما إذا كنا بحاجة اليوم إلى إعادة النظر في قرارات اللي بعتقد اليوم على الأقل التدرج في الانفتاح لم يعد مطروحا بالشكل السريع اللي كنا نتحدث عنه، ولكن اليوم في مرحلة تقييم حتى
لإعادة بعض ما أنجزناه من فتح القطاعات في ظل استمرار هذه الزيادة في الإصابات. نعم، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات الدكتور فراس الهواري، كنت معنا عبر الهاتف من عمان رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية. يسعد صباحك.